السلام عليكم، سوف نتحدث في هذه الجلسة عن تخطيط الصفحات. ما هو تخطيط الصفحات؟ كيف تقوم بتخطيط الموقع؟ ميزات استخدام CSS وبنية ملف CSS. مخطط صفحة هو عبارة عن مخطط لتوزيع العناصر ضمن الصفحة. يجب أن تقوم برسم مخطط صفحة قبل البدء بتصميم الموقع، ويمكن أن يكون لجميع الصفحات نفس المخطط أو لكل صفحة مخطط مختلف. مثلا في بعض المواقع تجد أن في أعلى الموقع هناك قائمة رئيسية، تحتها عارض للصور، وفي الآخر تهديل الصفحة. في مواقع أخرى يختلف الأمر، فتجد هنا مثلا مربعات مختلفة ربما تمثل إعلانات. في مواقع أخرى تجد أن المحتوى مقسوم إلى قسمين، عمود جانبي قد يحتوي المواقع أو التنقل بين صفحات الموقع، والمحتوى في جزء من الصفحة. فالذي سوف نتحدث عنه الآن هو كيف نقوم بتنجيز هذا المخطط ضمن صفحة الويب، ضمن صفحة HTML. هناك طريقتين أساسيتين لتخطيط صفحات HTML. الطريقة الأولى باستخدام الجداول. كنا قد شاهدنا في الوظيفة الأولى كيف قمنا بتخطيط السيرة الذاتية باستخدام الجداول. فمثلا في هذا المثال، في صفحة مثل هذه، يمكن تخطيط الصفحة على أنها جدول كبير ومؤلف من عمودين. هنا الخليتين متلاصقتين، نستخدم كول سبان، بينما هنا لدينا خلايا منفصلة. فيمكننا تخطيط هذه الصفحة باستخدام الجداول، وكذلك أي تخطيط. فإذا عدنا هنا أيضا يمكننا اعتبار هذه الصفحة على أنها جدول، هذه خلية وهذا السطر الثاني فيه خليتين، وهذا وهنا خلية. وكذلك أي تخطيط صفحة يمكنك أن تنفذه باستخدام الجداول. سوف نشاهد أمثلة على تخطيط الصفحات. مثلا موقع مايكروسوفت، لدينا في الأعلى ترويسة، وهنا عرض صور ربما إعلانات، تمام. فيمكن اعتبار هذه الصفحة جدول واحد، تمام، وكل عنصر فيه عبارة عن خلية، وبالتالي يمكننا تصميمه بهذا الشكل. في الصفحة الرئيسية لفيسبوك لدينا ترويسة ومحتوى، المحتوى هنا مقسم إلى خليتين وهنا مقسم إلى خليتين، ولدينا بالأسفل تهديل. في هذا الموقع أيضا ترويسة، صورة كبيرة، مجموعة إعلانات وإلى آخره. إذا الآن نريد أن نعرف ما هي أفضل طريقة لتخطيط صفحة الموقع باستخدام HTML. قلنا أن الطريقة الأولى هي باستخدام الجداول. هناك مشكلة باستخدام الجداول، أن التصميم أحيانا قد يكون معقد، والجداول لا تسمح بديناميكية كبيرة، فيجب أن نستخدم طريقة ثانية أسهل قليلا من استخدام الجداول، بحيث يمكن أن نضع العنصر أو الكتلة التي نحتاجها في أي مكان في الصفحة دون أن تتقيد بعناصر أخرى. يعني هنا يجب أن نستخدم كول سبان مثلا حتى نجعل عرض هذه الخلية بعرض هذين الخليتين. أحيانا نحتاج إلى ديناميكية أكبر بالتعامل مع الصفحات. الطريقة الثانية هي استخدام الوسم div. هو وسم في HTML، الغاية منه تجميع العناصر ضمن كتلة واحدة دون الحاجة إلى أن نقوم ببناء جدول. فمثلا في هذه الصفحة عند تخطيطها نقول أن هذه كتلة وهذه كتلة وهذه كتلة وهنا كتلة، فكل منها عبارة عن div، بينما تختلف عن بعضها بما يسمى الـ ID. فإذا كتبنا الكود div ID header ID sidebar ID content ID footer. طيب كيف سنقوم بتعريف خصائص هذا الـ ID؟
يعني لكل اي دي من هؤلاء له عرض وارتفاع وبعض الخصائص الاخرى. نقوم بتعريف هذه الخصائص في كود سي اس اس المرفق للصفحة. في هذا التخطيط لدينا ترويسة، وهنا عرض شرائح مثلا، وهنا مساحة مخصصة للإعلانات فيها مجموعة كتل، كل كتلة منها عبارة عن إعلان. فالغاية من استخدام CSS، الهدف من استخدامها هو توفير تصميم موحد لصفحة أو أكثر في الموقع، وإمكانية إيجاد تغييرات بسهولة. فمثلا من أجل أن نجعل جميع الصفحات لها هذا التصميم، فلسنا مضطرين أن نكتب لكل صفحة نفس الكود، إنما نكتب الكود مرة واحدة ويتم تعميمه على جميع الصفحات. هو كود يرفق بالكود الأساسي ويتم فيه تحديد خصائص عناصر في صفحة الويب. وأحد التطبيقات المهمة لاستخدام CSS هو تخطيط الصفحات. من أجل صفحة لها هذا التخطيط، بفرض أن عرض الصفحة 850 بكسل، عرض الترويسة 830 وهذه الأبعاد، فيكون كود CSS بالشكل التالي. هذه الإشارات تدل على الـ ID. سوف نتحدث بتفصيل أكثر عن محتوى كود CSS، لكن في الكود نقوم بتحديد خصائص كل عنصر من عناصر الصفحة. فقلنا أن هذا عبارة عن div له الـ ID header، فهنا نضع العرض والطول له بالإضافة للخصائص الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي العناصر. ميزات استخدام CSS: أولا توحيد المظهر، فعندما نقوم بتصميم موقع متكامل يجب أن تكون جميع الصفحات في هذا الموقع لها مظهر متناسب، حجم الخط نفسه، الألوان نفسها، أبعاد الخط نفسها. فمثلا في مدونات شبكة تعليم تفاعلية تجد أن العناوين مثلا بلون أزرق غامق، العناوين التالية بلون أزرق فاتح، والنص بهذا اللون وبنفس نوع الخط بنفس الأبعاد. إذا انتقلت إلى صفحة ثانية في نفس المدونة تجد أن التنسيق نفسه، لسنا مضطرين لكتابة هذه التنسيقات عدة مرات، يكفي أن نكتبها مرة واحدة في كود واحد ويتم تعميمها على جميع الصفحات. فأولا توحيد المظهر، ثانيا كتابة كود خصائص رسوم مرة واحدة كما شاهدنا بالنسبة تخطيط الصفحات، لسنا مضطرين لأن نخطط كل صفحة على حدة ونكتب لها الكود. سوف نكتب هذا الكود مرة واحدة وأيضا نعممه لجميع الصفحات. سهولة التعديل: فمثلا إذا عدنا إلى المدونات، في المستقبل مثلا أريد أن أغير حجم هذا الخط أجده صغير، فلن أقوم بالدخول إلى كل صفحة وتغييرها على حدة، إنما أدخل إلى كود CSS الوحيد الموجود وأعدل هذه الخاصية التي تعبر عن حجم الخط أو نوع الخط، ويتم التعديل على جميع الصفحات. فالتعديل هنا سهل وسريع. أضفنا بعض الخصائص التي لم تكن موجودة في HTML وحدها. مثال على ذلك: في HTML عندما تقوم بوضع خلفية للصفحة، هذه الخلفية سوف تتكرر، شاهدتم ذلك في الوظائف السابقة. لكن بإضافة خاصية صغيرة في CSS يمكنك أن تجعلها ثابتة كما في الخلفية هنا. لاحظ الخلفية ثابتة ويتحرك عليها النص، وذلك بإضافة خاصية صغيرة في CSS. أيضا بعض الخصائص الأخرى، هناك خاصية مهمة جدا هي التفاعل مع عرض الصفحة. يعني في هذا الموقع تجد الصفحة عرضها مثلا 1000 أو 1200 بكسل، لكن ماذا لو كانت عرض صفحة أصغر؟ كيف سوف تظهر هذه الصفحة؟ هل سوف تنقطع الصور هنا مثلا، وهذه الصورة سوف يحصل لها تشويه؟ سوف نلاحظ هنا مهما كان عرض هذه الصفحة متغير، سوف تتفاعل الصفحة مع العرض وتغير قليلا من طريقة العرض لكي يظهر المحتوى بشكل مناسب. سابقا لم نكن قادرين على فعل هذا الشيء، لكن بإضافة CSS وبعض إضافات جافا سكريبت أصبح بإمكاننا أن نجعل المحتوى متفاعل مع عرض الصفحة.
وهو ما يسمى بـ Responsive Design. بنية منافسية أساسية كالتالي: أولا، مفتاح اختيار العنصر، سوف نتحدث عنه بتفصيل أكثر. فهنا نختار العنصر، مثلا نختار عناصر جميع عناصر الفقرات، أو عناصر الفقرات التي الـ ID الخاص بها اسمه مثلا اسم معين، أو جميع الفقرات التي الكلاس الخاص بها اسم معين. سوف أتحدث أكثر عن هذا الموضوع. ومن ثم قوسين وبينهما الخصائص، فنكتب اسم الخاصية والقيمة بينهما نقطتان وفي النهاية فاصلة مقطوعة. مفتاح الاختيار له مجموعة من الحالات، مثلا تاج نيم اسم الوسم. فمثلا نريد أن نضع مجموعة من الخصائص لجميع وسوم H1. تعلمون أن H1 H2 H3 هي الوسوم الخاصة بعناوين الفقرات، فإذا أردنا أن نجعل لجميع عناوين الفقرات نفس التنسيق نستخدم اسم الوسم H1 مثلا، ونضع له الخصائص التي نحتاجها من لون الخط، من لون الخط وحجم الخط وإلى آخره. class name يمكننا أن نضع لكل عنصر في الصفحة class أو تصنيف معين. فمثلا عناصر الإعلانات نضع لها class معين حتى نقوم بتصنيف ب... حتى نقوم بتخصيص خصائص معينة لهذه التصنيفات أو لهذه الإعلانات. فممكن أن يكون بأحد شكلين: إما أن نضع نقطة واسم الكلاس، أو اسم الوسم نقطة واسم الكلاس. قد يكون هذا الكلاس ينطبق على وسم أو أكثر، عندها نقوم باستخدام هذه الطريقة. وإذا كان هذا الكلاس منطبق على وسم واحد فنستخدم هذا الشكل. نفس الكلام بالنسبة للـ ID، سوف نتحدث أيضا عن الفرق بين كلاس والـ ID. نختار الكلاس بالنقطة ونختار الـ ID بالمربع. أيضا ممكن أن يكون بالشكل tag name state. بعض الوسوم لها عدة حالات، مثلا وسم A anchor tag الذي نستخدمه لوضع رابط قد يكون له حالة hover، وهي عندما يكون مؤشر الفأرة مؤشر عليه، ولو حالة active عندما نضغط عليه بالفأرة. فله عدة حالات، فقد نحتاج أن نخير خصائص هذا الوسم لكل حالة من حالات مختلفة. مثلا نريد أن نضع له underline عندما نؤشر بالفأرة عليه، سوف نتحدث بتفصيل أكثر عن هذه الحالات. أيضا يمكننا أن نختار الوسم حسب قيمة الواصفات فيه. فمثلا الوسم input نريد أن نختار جميع عناصر input التي تعبر عن دخل نصي، فنختارها بهذا الشكل. أيضا لدينا أمثلة أخرى، نختار العنصر header نختار بهذا الشكل، نختار عنصر الإعلانات مثلا الذي ينتمي إلى التصنيف class فنختار نقطة واسم الكلاس، حتى نختار العنصر body وهو عبارة عن استخدمنا هنا اسم الوسم، أو هنا قمنا بتحديد جميع عناصر في الباراجراف التي تنتمي إلى التصنيف class article، وهنا عنصر في الذي له الـ ID welcome، وهنا جميع عناصر input ذات المحتوى النصي، وهنا جميع الروابط التي تكون بحالة hover أي عندما تمرر ماوس عليه. شكرا لمتابعتكم، سوف نتحدث عن تفاصيل أكثر في CSS في جلسات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.